السلام عليكم، محمد كادر رئيس جمعية مدن السوق البلدي. احنا كان برك معنا الرئيس، برك معنا قبل ما يدخل شاف اللافتة، برك معنا قال لنا الله يرضي عليكم غناقشوا شي امور. هي فين جات اجل النقطة هي الاخرى، قالك باش تسالي هذا نبركوا معاه وناقشوا معاه. الاخوان هادشي ما عجبني صراحه. احنا دابا غاديين معاه صفر درهم اللي عندنا، احنا دابا صفر درهم، باقي ما بناكش ما ناقشنا معاه. كلهم التجار اللي ما عندهمش، كاين موالي الربيع، كاين الخياطه، كاين ما كاينش، ما كاينش كيدخلش القوت اليومي ديالو في النهار، ما بالك يخلص 4 مليون ولا 6 مليون ولا مليون ولا 7. هي كانت قرار 7 بدات متجدد. هو قال لي الرئيس بلي راه قبلتوا عليها، احنا ما قبلناش عليها بهذا المنبر. بهذا المنبر قال لك بركنا معاه وقبلنا عليها، المنبر ما قبلناش عليها، ما قبلناش عليها، وديما كنبقى نناضلوا عليها نناضلوا عليها، واخا نبقى غير بوحدي. سمعنا بوينه قلت لي ما كيبغيش يتكلم معايا. انا صراحه انا قال لي بارك مع الناس، قال لي لا ما تهضرش معايا انت. ما عرفتش علاش قال لي ما تهضرش معايا، انا مستهدف. قال لي ما تهضرش معايا انت، ما عرفتش السبب علاش. قال لي ما تهضرش معايا، وفي القاعه ديك النهار جرى عليا قال لي خرج ناقش معاه واحد مصطلح ما عجب السوق. انا مع التجار ماشي بوحدي، انا الحلفيين كاملين انا معاهم. باش كيقول لي في الدوره نوض خرج راه بحال هاني، وشي وحدين جروني شدوني من هنا. قال لي غير بقى وقايل غير ناقشوا، ولكن داكشي النقاش اللي دار معنا ما عجبناش. وتا دابا كيقول كلشي ما عجبناش صراحه. ودابا هاد النقطه اجله باش يتحاور معنا، وحنا ديما في الحوار ديالنا راه ما باغيين شويه زيرو درهم. السلام عليكم. الحمد لله كما تشوفوا التجار ديال السوق البلدي انهم حضروا بكتافه على واحد القرار اللي خداه السيد الرئيس، لقرار اللي ما قدرش ياخذه شحال من رئيس من قبله ديال تسويه الوضعيه ديال التجار. والحمد لله خداه اننا ريحنا معاه كمستشارين ولا كجمعيات، وخدا هذه المسؤوليه وهنا وغيسوي الوضعيه ديال التجار. لان انا سويت التاجر الوضعيه ديالو، انه تيولي عنده المحل ديالو، انه ولا عنده، انه خلص الضرائب ديالو. غير بعض الاخوه جاتهم السومه غاليه شويه، انهم حضروا باش ينقص لهم ديك السومه. هذا ما كان غير هي واحد القضيه انني بغيت نقولها في الصحافه، هذا الرئيس هذا ترفع له القبعه لانه بغى يحيد الريع ويسوي الناس الوضعيه ديالهم، وباش كل واحد يدخل المقاله ديالو، ما يبقاش شي تيبتر شي. الحل اللي وصلنا ليه هو ان الرئيس اجل النقطه حتى يريح مع واحد الممثلين ديال السوق اللي غيختارهم دابا كما كتشوفوا، وعادش تعاود يعني يشوفوا لك كان فيش التعديلات، عادش تعاود تدرج النقطه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما هي الاسباب تراجع الرئيس على قبل هذه النقطه؟ وكانت كما كان رئيس ريح مع الجمعيات باش غايقول التعديلات اللي كانت. كما وصلناهم حنا التجار ما وافقوش عليهم التجار، قلنا لهم انهم خاصهم يجيو ويطالبوا ان النقطه تاجل الى حين يعني يكون فيها التعديلات اللي ترضي جميع التجار. من التجار كطالب بزيرو درهم، الرئيس كيقول لك ما يمكنش القانون الجبائي يدوز بزيرو درهم. انا بغينا اقل يعني اضعف رقم ممكن باش تدوز ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه النقطه. واقع صحب بزاف باش تخلص كاين اللي خدام وما كيدخلش، وما غندويش على خدام. راه كاين اللي ما شاخ ما عندهاش لا علاقه بالمهنه كاع بمره، يعني راه كاين اللي كيدير مهنه كيبيع ملابس جاهزه كاين كله، ولكن ما كلش ماشي كلشي غيقدر يخلص هذا الشيء. وماشي زعما حنا كما عرفنا ان داز في نقطه وتصوتات عليها، كان على الاقل تدرج هذاك الشيء اللي داز عاد عنتاره يتكمل المسطره وتخرج الناس قرارات ديالها. وغنشوفوا دابا اللي غيتختاروا ان شاء الله باش يريحوا مع الرئيس يدوا معاه ونشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم الله خير. قلق قال شنو الحل في نظرك لحل هذا المشكل؟ هذا المشكل ديال السوق. نعم هذا المشكل مشكل مصيري، مشكل تهم الاخوان ديال السوق.
لان جايه واحد التصليح جدري زايد ضروري ما يتصلح الجوطيه. اذا انت خص الامور تكون واضحه مزيان ويكونوا تحت صحاب السوق يكون عندهم واحد المسؤوليه باش تسول الوضعيه ديالتهم بطريقه لائنه. الحمد لله دابا الاخوان هما كاينين اليوم مجموعين، يعني حتى هذا راه تدار انتاج بان السوق بدا تيوعى بدا تيعرف الواجبات اللي عليه، وتنتمناو خير ان شاء الله من القدام تسول الوضعيه ديال الجوطيه باحسن ما يمكن ما يرام ان شاء الله. الثمن اللي قال الثمن الثمن حنا ما قابلينوش، واش واحد عنده 40 الف جوطيه كاين 7 المليون، كاين من 6 المليون 7 المليون الفراشه دايرين لهم اقل ثمن، ودوك الناس اللي جاوا من السوق القديم دايرين لهم 7 المليون. اذا هذا تنشوف هذه بان راه هذا يعني غير منطقيه. هذا دابا تعدي المحل ديال الخياطه حنا راه جايين، حنا عندنا 40 عام. شحال كتدخل من هذا المحل تقريبا اللي قال لك؟ اش ندخلوا حنا كبرنا دابا عندنا 64 عام، اش غتدخل؟ شكون باقي غيخدم عندك التمازال؟ دابا انا خاص الدوله تعطيني الدريت ديالي وتعطيني لاكيس ديالي وتعطيني حاجه اللي غادي نعيش بها انا ووليداتي، لان انا كبرت صافي ما بقاش عندي الجد باش نخدم. هذاك الموحي اللي عندي دابا بغيت نريح، غادي نريح وغادي نعطيه شي واحد يعطيني هذيك الفلوس بحال نتريت عندي دابا بحال داك الحاج ولا عندي انا بحال نتريت، وتجي دابا تقول لي عطيني 7 المليون هذه راه قال لك الفقير كنا تنتسناو براكتو دخل الجامع ببلغتو. يعني حنا كنا تنقولوا لهشام راه غادي يخدم المحمديه غيترافع القضيه المحمديه، ولكن تنشوفوا تلقاه هو ولا ضدنا حنايا. وانا هذا ميساج لشي هشام، هذا راه ماشي معقول، وتنتمناو خير من هنا لقدام ان شاء الله. قال لكم دابا شنو قال لك واحد اللقاء؟ هذا هو كاين واحد التعجيل، حنا غنشوفوا شنو غادي يكون فيه، غنمشوا مع الاخوان وغندرسوا اشنو القرارات اللي خرجوا بها مؤخرا، وغادي نشوفوا عليها غنبنيو ان شاء الله. شكرا. على وجه. حنا دابا حاليا غندخلو الاخوان غيدخلو غيمثلو لكم واحد التمثيل، هاد التمثيل اللي غيمثلو لكم فيه هو ان القرارات اللي جابها السيد الرئيس محترم، حنا تنحترمو لان حنا اللي درنا في ديك البلاصه، هو خصو يسرع المصالح ديالنا ماشي يكون ضد المصالح ديالنا. فحنا باش يجي يعطينا قرارات بهاد الصومه وبهاد التعسف حنا ما تنقبلوهاش، لان حنا عندنا امور اخرى، عندنا امور اخرى. حنا 30 سنه ديال الغيه ديال المجلس البلدي باش يجي يدخل السوق يقاد السوق ويحاول يدير الاصلاحات اللي هي جذريه ما كاين الغياب بالتام. فاذا به كنا تنتفائلوا في هذا الرئيس الجديد انه يدخل معنا في هذه المسائل، لان عندنا تنافسيه خارجيه وقعت الازمات الداخليه داخل السوق. كاين تجار وقع عليهم عمليه افلاس، وكاين تجار اللي عنده 10 سنين، اكثر التجار عنده 10 سنين ديال القوانين الجبائيه ما مخلصيناش، وهذا دليل على الفقر والازمه. عاد زائد ضرائب زائد بزاف ديال الحوايج ديال المصاريف. حنا كنا تنتظروا ان المجلس البلدي الجديد غيدخل معنا في الحوار، حنا تنفتحوا باب الحوار مع الكل. يعني حنا تنطالبوه بانه قنوات الحوار تبقى مفتوحه، لان عندنا حنا عندنا ازمات، عندنا مشاكل، عندنا كذا. كنا كانت عندنا واحد المبادره انه يجي يفتح معنا هذا الباب، فاذا به تنصدموا بقوانين تعسفيه في القرار، القرار لا يمثل شيء. حنا ما القرار يتبدل ولا ما يتبدلش، حنا ما تيهمناش، حنا تيهمنا الجوطيه في ازمه من طرف الاسواق العصريه، الاسواق الخارجيه، المحيط ديالها، والناس الداخل تتموت. فاذا به كان يسكرها ويجيب لها واحد القوانين اللي تساعدها، لا يدوزها في الماليه باش تكون اصلاح اللي هو جذري كما كاين الاسواق ديال اكادير، الاسواق العصريه. فاذا به تنتفاجئوا بقوانين تعسفيه، وحنا من هذا المنبر تنفيو القانون ديال غادي نسال القانون ديال الجبائي اللي باغي يفرض دابا، حنا تنستنكروه وتنقولوا صفر سويه بدون مقابل، لان حنا نستحق ذلك. السلام عليكم ورحمه الله. علاش ما يتفعلش؟ علاش ما يتفعلش؟ علاش ما يتفعلش؟ حنا ما تهمناش اسي عبد الجليل. نظام ديال التسويه ديال القرارات، تسويه القرارات. حنا لا يلغى الخلاف من طرف السلف بالقرارات ديال السلف. دارت الدوره خصها تصرفت عليه المجلس صافي، غير هو اللي غنقول واحد الكلمه. حنا اللي مطلوب منا يدير القوانين اللي بغا الجبائيه، ترفضوها من حقنا، ولكن في حقنا نطالبوا ان الغياب ديال 30 سنه ديال المجلس البلدي فين كان؟ حنا قلنا تفكرنا ان غتكون واحد 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 يعني واحد نوع يعني واحد استيقاظ من السبات من طرف المجلس البلدي، فاذا به تنلقاو ان القوانين التعسفيه تطبق على التاجر اللي هو في حاله افلاس حاليا، والحقيقه ديال السوق لا يعلمه الا التجار. فهمتي ولا لا؟